ألو، مرحبا. مرحبا، السلام عليكم. من وياي؟ رسل من الكويت. رسل. أي نعم، رسل. رسل من الكويت، يا اهلا برسل. رسل، احنا اليوم نحكي على ظاهرة السلاح المنفلت، وحكينا على الرمي والنزاعات اللي دائما تروح ناس بيها ابرياء. شنو طبعا تعليقك أول شيء بخصوص هذا أعزي الموضوع؟ أهل الناصرية تفاجأتهم، نعم، الله يرحمهم، وأهل البصرة همينة. الله يرحم الناس اللي راحت بأسباب طبعا هو مجهولة. هذا حال العراق، يعني احنا اللي دعنا بصوتنا للي ما يستحقون. فعلا هاي نقطة مهمة اللي ننوه عليها حاليا، ودائما نقول انه الانتخابات على أبواب، فحاولوا انه تختارون الناس الصح. اي، هو هذا كل السبب من ان احنا اللي وصلناهم لهذا المكان. فعلا، فأنت مع تغيير السلطة بالانتخابات واختيار شخصيات جديدة، ونشوف خيرهم إن شاء الله. ان شاء الله. خصوصا إحنا المحافظات الجنوبية الأكثر تضررا بهذه المشاكل. حتى اطلب محمد الحلفي نعم، بشو عن الاحظم اهداء للشهداء. إن شاء الله مخرجنا يطلع لنا إياها ونسمعها سوا. شكرا لك ولاتصالك.